مساء الفل، معاكم محمد يونس وفيديو جديد هنتكلم فيه بالتأكيد على القصة اللي شغلة الشارع المصري كله، اللي هو قاف الثلاث لعيبة المميزين إمام عاشور، حسين الشحات، وكمان طارق حامد. هنتكلم كمان على تصريحات كابتن خالد بيبو ضد فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر. هنتكلم على اللفتة الإنسانية المهمة جدا من محمد مجدي أفشة، اللاعب المميز جدا، اللاعب الاسطوري بالنسبه للنادي الاهلي. هنتكلم كمان على شكل المجموعه اللي فيها طبعا منتخب مصر النهارده بعد تعادل طبعا منتخب بوركينا فاسو كمان ومنتخب غينيا بيساو، وهقول لك شكل المجموعه ايه ووضعنا ايه والكلام ده كله. كمان بعثه منتخب مصر النهارده وصلت سيراليون الحمد لله بالسلامه، هتلعب مباراه مهمه جدا 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 كمان كام يوم. كل التوفيق لمنتخبنا. تعالى بقى اكلمك بالتفصيل على قصه امام عاشور. قصه امام عاشور فيها اتنين سيناريو، هوصف لك الاتنين واشرح لك الاتنين وازاي القصه ماشيه في خاصه الشارع الاهلاوي. امام عاشور، القصه اللي في صالح امام عاشور او بتبرأ امام عاشور، ان امام عاشور قبل ما يخش في تشكيل منتخب مصر في المباراه اللي المنتخب كسبها 6-0 راح واشتكى لفيتوريا وقال له انا عندي يعني زي وجع او زي خبطه في الكاحل او في الانكل، لسه عنده وجع في الانكل. فيتوريا قال له بنفس النص ان مش هينفع اي اجراء طبي غير بعد المباراه. فبناء عليه اي مدير فني يا جماعه، اي مدير فني بالنسبه لو راح اول حاجه بيسالها في اوضه اللبس بيقول له في حد مصاب، في حد تعبان، في حد مش قادر. فامام عاشور قال له ان هو يعني عنده زي وجع في انكل رجله فمش هيقدر يلعب المباراه، فادى حق للراجل انه غير قادر على لعب المباراه سواء اساسي او احتياطي. دي حاجه. الحاجه الثانيه طارق حامد عنده اجهاد وشدد، بالنسبه لحسين الشحات نفس الوضع. دي القصه الاولى اللي انا من وجهه نظري مش مقتنع بيها تماما. طب وجهة النظر الثانية أو القصة الثانية وهي الأقرب والأصح، إن إمام عاشور، حسين الشحات، طارق حامد، الثلاث لعيبة عارفين نفسهم إن كده كده دول لعيبة ليها وضعها ولعيبة أساسية. حسين الشحات بص على زيزو، طارق حامد بص على النني وعلى مروان عطية بالذات، إمام عاشور نفس الوضع بص على زيزو. فالقصة كلها يا جماعة إن اللعيبة دي بنسبة كبيرة متمردة. طب متمردة عن طريق مين؟ الكابتن المميز جدا أيمن عبد العزيز. أيمن عبد العزيز وصل لفيتوريا إن إمام عاشور مكشر قلب وشه، طارق حامد نفس الوضع، حسين الشحات نفس الوضع. طبعا إمام عاشور عمل تصرف إن هو يعني كان باين هو مستاء بعد المباراة، اتكلم أو يعني اتناقش مع بعض الاداريين او بعض الفنيين في الجهاز الفني المعاون، والقصه كلها ان السيناريو اتنقل لفيتوريا. فمعنى ان اتنقل لفيتوريا يعني اكيد اتقال كل حاجه حصلت وبزياده. دي بتفكرك بقصه باسم مرسي، وطبعا المدرب اللي قبل كده كان كوبر، تمام، وكانت نفس القصه وذم في الجهاز الفني والكلام ده كله، وبناء عليه ما لمسهاش تاني المميز طبعا باسم الحاسم او باسم مرسي. اتمنى امام عاشور ما وصلش للدرجه دي لان احنا لعيب فنيا محتاجينه. طارق حامد نفس الوضع، كان متضايق ومستاء ان ازاي مروان عطيه لعيب لسه بقى له سنه ولا اتنين على الساحه وانا نجم المنتخب وانا 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 وانا، فازاي اقعد على الدكه اللعيب خبراته اقل مني بكتير. القصة الثالثة حسين الشحات، زيزو. زيزو يا جماعة اللي هو من أحسن لعيبة في مصر، إزاي يلعب وأنا ما ألعبش؟ فاللعيبة اتناقشت بشكل حاد مع كابتن أيمن عبد العزيز والجهاز الفني المعاون، فالقصة كلها طلع قرار باستبعاد الثلاثة. أنا ميال لإيه؟ أنا ميال للقصة الثانية مش الأولى. أنا ميال للقصة الثانية مش الأولى. لأن إمام عاشور لو قال لك انا مجهد او تعبان او 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 كان طلع بره الفرقه، كان طلع بره المباراه لان في بدائل كتير. اكيد ما الكلام ده يا جماعه غير صحيح. الصحيح ان امام عاشور لو وشه واتضايق، وامام امام من اللعيبه المميزه وما بيحبش تقعد دكه، عنده غيره وعنده نحراره ودايما عايز يبقى في ارضيه الملعب. كل التوفيق لامام، لعيب مميز ولعيب كبير. رد بقى كابتن خالد بيبو مدير الكوره على
اللي حصل او على التصريحات اللي قالها طبعا ريو فيتوريا. قال يا جماعه مش معنى ان في لعيب استبعد من منتخب مصر وده لعيب تابع لمنظومه النادي الاهلي ان احنا نستبعده من منظومه النادي الاهلي. المنتخب على عيني وعلى راسي ليه قراراته وليه مدير كوره وليه مدير اداري وليه مدرب عام وليه مدير فني، ليه قراراته، واحنا كنادي اهلي منظومه ملهاش علاقه باي حاجه غير بوضعها الفني والاداري، ملناش اي اختصاصات ان احنا نتدخل في شان المنتخب زي ما المنتخب ملوش اي اختصاص يتدخل في شاننا. فالراجل جابها على بلاطه، انت استبعدت امام وحسين، احنا ملناش علاقه بالقرار ده، اللعيبه دي مهمه واللعيبه دي معانا واللعيبه واللعيبه واللعيبه. مشكر جدا في مستوى الاثنين لعيبه المميزين، هم دوليين يا جماعه، اللعيب الكويس محدش يقدر عليه مش كويس. يعني الشحات نجم النادي الاهلي والوينج المفتاح الرئيسي لخطه مارسيل كولر، وكمان امام عاشور لعيب فذ ولعيب مميز جدا واحسن لعيب في نص الملعب في مصر كلها ومن وجهه نظري في افريقيا، لان هو كواليتي مختلف تماما تماما وبعيد كل البعد عن اي لعيب في مصر. ده من وجهه نظري، لعيب كبير قوي في مركز 8 في الجناح، في مركز 6 امام، في مركز 10 امام عاشور، في حته تانيه خالص. ده بالنسبه لتصريحات كابتن خالد بيبو. بالنسبه بقى لمحمد مجدي قفشه المحترم، اللي انا من وجهه نظري انا بحبه على المستوى الشخصي ك ك ك كوضع انساني مش كلعيب كوره، لان انا عندي تحفظات كتير على مستواه داخل جدران النادي الاهلي. فاكرين طبعا مباراه النادي الاهلي والزمالك القاضيه، ممكن الجول اللي جابه في نادي الزمالك وهو اللي كسب النادي الاهلي بطوله 2020. الراجل متبرع بقيمه التيشيرت بتاعه زي اللافته اللي عملها زيزو بقيمه التيشيرت بتاعه لاهالي غزه، اللي ربنا ان شاء الله يكون في عونهم وربنا ينصرهم باذن الله، ان شاء الله باذن الله. فلافته انسانيه مميزه جدا من لعيب كبير زي محمد مجدي قفشه. نتكلم بقى في عجاله على وضع المجموعه بالنسبه لمنتخب مصر. طبعا احنا في الصداره 3 بونت النهارده بعد تعادل بركينا وغينيا بيساو بقوا نقطه وهم نقطه، كمان سيراليون اتعادلت امبارح مع تقريبا اثيوبيا. فانت بتتكلم ان الخمس فرق اللي معاك فرقه زيرو وفرقه كل منها بونت، فانت دلوقتي صاحب الصداره. ان شاء الله باذن الله نكسب سيراليون، يبقى احنا ان شاء الله باذن الله بعيد كل البعد عن اي ان شاء الله اي وضع يحصل لنا، ان شاء الله كده كده احنا هنصعد كاول مجموعه. كل التوفيق لمنتخبنا وكل التوفيق لكل جميع الانديه المصريه اللي بتلعب طبعا في البطولات الافريقيه زي مودرن فيوتشر، زي الاهلي، زي الزمالك، زي كمان نادي بيراميدز. بذكركم يا جماعه ان يوم 25 مباراه النادي الزمالك مع ابو سليم الليبي الساعه 7 بتوقيت القاهره. كل التوفيق لنادي الزمالك، احلى مسا على الزملكاويه، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا. انا محمد يونس، دمتم في امان الله. صالح.